هناك صيغة معينة للتفاهم، لكن نريد مثال على مثل هذه الصيغة التي تقترحونها. الحقيقة الأمثلة كثيرة، ومن أمثلة صيغة التفاهم بين الزوجين أن يتفق على تبادل التسامح بينهم بالتناوب. مثلا مرة يتنازل الزوج مهما كان رأيه، ومرة أخرى تتنازل الزوجة مهما كان رأيها، وأن يدرك حتى الخاسر منهما في التنازل أن هذا الأسلوب هو في صالح بيت الزوجية، وأنه في حقيقة الأمر يعتبر أحد الكاسبين من هذا التسامح، ليس خاسرا بل هو كاسب، وقبل ذلك وبعده يمثل منهج الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإيمان أفضل، فقال الصبر والسماحة. ومن المفيد أن يحذر الزوجان أي رأي يؤدي للتصعيد حتى لو صدر عن أقرب الأقربين لهما، وكونه قريبا جدا منك لا يعني أن كل ما يطرحه صواب أو صواب، قد تجني على نفسك وأسرتك بسبب رأي فاسد. وأمر آخر يجب أن يدرك الزوجان أن تصدع بيت الزوجية يعتبر أكبر خسارة على الإنسان في حياته، وأن غالب الأمور تنشأ عن خلافات بسيطة جدا، ولكن حدة النقاش والمشاحة بين الزوجين تفاقم الأمور. ولذلك متى كان أحد الزوجين على قدر كبير من الوعي فإنه سيحافظ على بيته وسيعالج أي قصور عند شريكه من خلال مهارة التواصل الزوجي. كم من امرأة تزوجت رجلا فأصلحت من حاله بسبب وفرة عقلها وحكمتها، وغالبا ما تكون هذه المرأة الصالحة والموفقة نشأت في أسرة فاضلة وواعية، ومن هنا يحسن اختيار الزوجة. وكذلك الزوج قد يكون على قدر واع ومن ثم يستطيع احتواء أي قصور. يجب أن نعلم أنه ليس أحد من الناس معصوما من الخطأ والزلل والقصور، وإذا أدركنا ذلك عالجنا المشكلة بكل هدوء. طبعا قد توجد مشكلات زوجية متأصلة، في هذه الحالة يمكن طلب المساعدة من المختصين بالشأن الأسري، وطبعا وقبل ذلك من الأقارب الذين لديهم وعي وإدراك وبعد نظر ويحافظون على سر بيت الزوجية. كل إنسان في داخله بذرة خير، لكن كيف تصل إليها وكيف تنميها وتواجه بها نزعة الشر عنده؟